في الوقت الذي تشهد فيه سوريا احتجاجات واسعة للمطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد وحكومته، يقوم الأسد على الناحية الأخرى باتخاذ إجراءات لإصدار قرار مناقض تماماً لأصوات الشعب السوري التي تنادي برحيله، ما قد يحدث أزمة غير مسبوقة في البلاد قريباً. فما القصة؟ التقارير الإعلامية تتحدث في الوقت الحالي عن أن الرئيس بشار الأسد بصدد اتخاذ قرار غير مسبوق في سوريا خلال الفترة القادمة. هذا القرار المنتظر يتعلق بنظام الحكم في سوريا ويحقق للرئيس غايات شخصية له ولعائلته. فبحسب تصريحات مصادر مطلعة لموقع إلاف الإلكتروني، فإن بشار الأسد يسعى في الوقت الحالي من أجل تغيير نظام الحكم في سوريا من النظام الجمهوري الحالي إلى نظام ملكي جمهوري. وجاء في تقرير الموقع أن هذا التغيير الذي يريده الأسد لغايات تخصه سيتم إعلانه بشكل رسمي قريباً بموجب تعديلات دستورية. أما في الوقت الحالي فيقوم الأسد بفحص تلك الأمور مع مختصين سوريين من أجل إجراء التعديلات في الفترة القادمة. وبحسب المصادر المطلعة، فإن رغبة بشار الأسد من إعلان ذلك القرار وتطبيقه في سوريا هو لتوريث الحكم لنجله الأكبر حافظ، ومن ثم تثبيته في البلاد لعائلته فقط لفترة طويلة، ما يعني منحهم امتيازات وحصانة كبيرة من أي تطورات مستقبلية قد تشهدها البلاد بموجب نظام الحكم الجديد والذي يعمل على إقراره دستورياً في القريب العاجل. ورأى مسؤول سوري رفيع المستوى لم يسمه الموقع أن الأسد اتخذ ذلك القرار بعد رؤيته لثورات الربيع العربي، حيث تيقن بأن أنظمة الحكم الملكية هي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من الصمود في وجه الشعوب العربية المنتفضة بوجه حكامها. المسؤول السوري أكد أن بشار الأسد لديه اعتقاد بأن إجراءات تغييرات في نظام الحكم في سوريا من شأنه أن يعفيه ويعفي أفراد عائلته من أي مساءلة قانونية قد يتعرضون لها على المستوى الدولي في المستقبل. في السياق ذاته، سلط التقرير الضوء على نشاطات بشار الأسد الأخيرة، والذي أصبح يحب الانعزال ولا يرغب بالمشاركة في أي اجتماعات ومقابلات أو محادثات هاتفية طويلة. وبينما يتجنب الأسد الاجتماعات والظهور، تقوم زوجته أسماء الأخرس بالعديد من المهام شديدة الأهمية والتي أسندها الأسد إليها، خاصة على الصعيد الاقتصادي في سوريا.